بس قبل ما استقبل ضيفي خلينا نروح نشوف معاكم تقرير للبست سيلر للكتب الاكثر مبيعا خلال سنه 2023 ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم قائمة بالكتب الأكثر مبيعاً لهذا العام نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لعام 2023 بين الترجمات الأدبية والروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب أكاذيب نخبرها لأنفسنا للكاتب جون فريدريكسون، وهو من ترجمة سلمى علاء وأسماء حسن. في هذا الكتاب يوضح المعالج النفسي جون فريدريكسون الأساليب التي نخدع بها أنفسنا وكيف نحررها من الوهم الذي نعيش فيه. تأتي في المركز الثاني رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، حيث يأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. تحتل المركز الثالث رواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل. أما في المركز الرابع فيأتي كتاب قارئ الجثث، وهو مذكرات طبيب تشريح بريطاني من ترجمة الكاتب مصطفى عبيد، ويتضمن فصولاً كاشفة حول بعض الجرائم التاريخية في مصر. تحتل المركز الخامس المجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب محمد المنسي قنديل، والتي تضم 14 قصة يربط بينها جميعاً أسلوب الكاتب الجذاب. ولم تغفل القائمة أدب الجريمة، فجاءت رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داوود في المركز السادس، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير. وفي المركز السابع جاءت رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون. اختتمت قائمة الأعلى مبيعاً لهذا العام برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.